كمان لو هنتكلم عن السوليه وبرونو سافيو، طبعا احنا برضو عارفين الفتره اللي فاتت هم تعرضوا لبعض الاصابات والاجهاد، هم مفروض انتظموا خلاص في التدريبات الجماعيه، وده اعتقد خبر حلو النهارده. كان دكتور احمد برضو قال ان يعني السوليه تعافى من الاصابه اللي اتعرض ليها في عضله السمانه، وكمان تخلص سافيو من الالام اللي كانت عنده يعني في الركبه، وخضعوا لفحص طبي اثبت جاهزيتهم للمشاركه في التدريبات الجماعيه. اعتقد ده شيء مبشر شويه، ان احنا اكيد طبعا محتاجين كل السكواد بتاعنا يكون كامل في المباريات القادمه، حتى لو ان كان ان احنا على فكره لما بنلعب بنص فريق برضو بنكسب وبرضو بنحقق اللي احنا عايزينه، برضو ادائنا ما بيبقاش ناقصه اي حاجه زي ما حضراتكم شفتوا في المباراه اللي فاتت يعني. فلكن اكيد انت في الاول وفي الاخر محتاج السكواد بتاعك، محتاج تطمن على اللعيبه بتوعك، محتاج ان كل الفريق يبقى جاهز، ما عندكش اصابات، احنا نتمنى ده، لكن للاسف كل موسم يا كريم بيبقى فيه اصابات مختلفه، ودي حاجه تحزن بصراحه. بس احنا محتاجين بقى المره دي هنحتاج الفريق كاملا ومعافى تماما كمان لما بنتكلم على منافسات كأس العالم للأندية، احنا بنتكلم بقى على حدوتة تانية خالص، ولازم الجاهزية تكون متحققة بنسبة 100% في كل الفريق بالاحتياطي بالبدلاء بكل حاجة، لأن احنا بنتكلم بقى على ماتشات ذات كواليتي مختلفة حبتين، وبالتالي بيبذل من خلالها مجهود يمكن مضاعف عن كتير من الماتشات اللي احنا بناخدها محليا.